وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة، جدد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة الدول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض. كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب. فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.